ان شاء الله هنعمل مع بعض كفتة الفراخ بربع كيلو بس فراخ بانيه. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كفتة الفراخ بربع كيلو بانيه بس. المقادير اللي معايا: ربع كيلو صدور بانيه، بطاطساية وسط مسلوقة. البهارات اللي معايا: ملح وفلفل اسود وشطه والسبع بهارات وكركم، ونص معلقه صغيره بيكنج باودر، ونص معلقه صغيره سكر، ومعلقتين كبار بقسماط ناعم. نبدا ونسمي على بركه الله. بسم الله. هفرم كل المكونات اللي معايا في الكبه. هنزل بربع كيلو صدور البانيه والبطاطساية معلقتين كبار بقسماط ناعم، البهارات ملح وفلفل اسود وشطه والسبع بهارات وكركم، معلقه صغيره من كل حاجه، ونص معلقه صغيره بيكنج باودر، ونص معلقه صغيره سكر. هفرمهم كويس وبعدين هوريهم لكم. خلاص فرمت المكونات كويس جدا، بقت معايا الكفته ناعمه زي ما انتم شايفين. معايا تغليف الكفته: بيضايه، ربع كوبايه دقيق، ربع كوباية نشا، ربع كوباية بقسماط ناعم، والبهارات ملح وفلفل اسود وشطة والسبع بهارات وكركم. هجيب طبق وهنزل فيه ربع كوباية الدقيق وربع كوباية النشا كله على بعض، وربع كوباية البقسماط الناعم، وهتبلهم ملح وفلفل اسود وشطة وسبع بهارات وكركم. هقلبهم كويس. قلبتهم كويس، هحطهم على جنب. معايا البيضاية حطيت عليها رشة فلفل اسود، عايزين تضيفوا لها معلقة كبيرة لبن براحتكم. معايا بولة فيها مية، هبل ايدي وهصبع الكفتة اهو زي ما انتوا شايفين كده عشان الكفتة ما تلزقش في ايدي. الحجم اللي انتوا عايزينه بقى، عايزينه كبير عايزينه صغير. وهنزلها في البيض وبعدين هطلعها في المواد الجافة اللي انا قلبتها على بعض. بصوا مش بتلزق في ايدي عشان ببلها. بنزلها في البيض وببل ايدي تاني. هوريكم هغلفها ازاي. بغطسها في البيض وبعدين بطلعها في المواد الجافة اللي انا قلبتها مع بعض. دي اسهل طريقة لعمل كفتة الفراخ وعمرها ما هتفك منكم. بالمنظر ده شايفين، برصها في طبق
حلو قوي الحجم بتاعها ده، لو عايزين تكبروه عن كده براحتكم. اهو هخلص الكمية اللي معايا بنفس الطريقة وبعدين هوريكم هعمل ايه. خلاص طبعت الكفتة كلها، دلوقتي هدخلها الفريزر تتشمع لمدة ربع ساعة أو نص ساعة قبل ما نقليها. أهو يا حبايب قلبي كفتة الفراخ بعد ربع ساعة بعد ما اتشمعت في الفريزر، دلوقتي هنقليها مع بعض في زيت غزير سخن. حطيت طاسة وحطيت فيها زيت غزير، الزيت سخن، هنزل على طول كفتة الفراخ. خليها تاخد اللون الذهبي، اول ما تاخد اللون الذهبي هطلعها على طول. اول ما بتتشمع في الزيت بقلبها، مش بقلبها كل شوية عشان ما تفكش مني، شايفين ما فكتش خالص ومتماسكة، تاخد اللون الذهبي وهطلعها على طول. خلاص الكفتة اخدت اللون الذهبي، حلو قوي اللون ده، هطلعها على طول وبعدين هوريها لكم. اهو يا حبايب قلبي كفتة الفراخ بعد ما قليتها، بصوا شكلها جميل ويفتح النفس ازاي، وما فكتش معايا. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف، وده الهوت صوص اللي احنا عملناه مع بعض، هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقة عمل كفتة الفراخ بربع كيلو فراخ بانيه، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية، سلام.